السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوف واحد لا فونكسيون جديدة ومهمة جدا، هي لا فونكسيون ريشيرش فيرتيكال. اش كدير هاد لا فونكسيون؟ كتسمح لينا باش نلقاو رابيدمون دونك اي فالور بغينا في واحد الطابلو بلا ما نضيع الوقت. ناخذ هذا المثال اللي عندنا هنا ديال واحد دونك دي كوميرسيو كيبيعوا، دونك بالنسبه لينا هنا عندنا الكود ديالهم ولو نون ديالهم ولو شي دافير اللي حقو داكوغ. دونك بغينا حنا انطلاقا من الكود ديالهم نلقاو لو شيف دافير اللي حقو. مثلا نطبي انا هنا مثلا الكود ديال نيميرو 2 يعطيني شيف دافير حق لي داك السيد، مثلا الكود 4 شيف دافير ديالو. نقدروا ميم ما نقلبوش بالكود، نقدروا نقلبو بلو نو دونك داكوغ. فقط حنا خصنا نحددو لي شنو بغينا باش بغينا نقلبو. مثلا هنا 7 داكوغ انسي دو سويت. هنا مثلا 11 دونك ici donc 11 c'est bon 15 très bien. بالنسبه ل 15 عطاني نيكزيست با، علاش؟ لان ال 15 ما كاينش، حنا فقط عندنا 11 كوميرسيال داكور. دونك شاك فوا كنطابي الكود هنا كيعطيني هو شيف دافير ديال هذاك السيد اللي حقق. كيفاش درنا هذا الشيء؟ دونك ساهل، ركزوا معايا ايتاب بار ايتاب دونك غنفهموا. ديجا درت كوبي كولي لهاد لي دوني كاملين في هاد لا فوي هادي داكور. دونك اول مرحله ديرو نتوما داكو، انا ديجا درتها هنايا، هي غتجيو لا ميزون في كليكون اي بلاصه هنا وجيو هنا اختاروا اي فورم بغيتو داكو، اختاروا اي وحده. هذه المرحله الاولى. ليطاب الثانيه سيروا لا سيلول فين بغيتو تافيشي الريزولطا، وتما فين غديروا لا فونكسيون غوشيرش فيرتيكال. دونك ايغال هي الاولى ما تنساوهاش، عاد كنديروا غوشيرش فيرتيكال ماشي اوريزونطال مي فيرتيكال. علاش؟ لان الطابلو دو غوشيرش هنا دونك الطابلو ديالنا هنا كيدير فيرتيكال. تخي بيان، اول حاجه لا فالور شيرشي. لا فالور شيرشي بالنسبه لينا هي الكود، علاش؟ لاننا كنقلبوا بلو كود. دونك سيليكسيونيت هاد لا سيلول، علاش؟ لان هنا فين غنبدا نطابي شاك فوا دوك الكود راه يقلب بي. تخي بيان، ندير جو كليك سيغ بوان فيغكول. بوان فيغكول عطاني طابل ماتريس، يعني طابل فين غتقلب. فوالا بالنسبه ليا هو هذا، انا غنسيليكسيونيه فقط باش تيليكسيون عن طابلو. تقدر تجيب الكورسور هنايا تعطيكم هاد السهل بحال هكا وتكليكي. تخي بيان، بوان فيغكول عطاني نيميرو دو كولون. دونك هاد الريزولتا اللي كتقل اللي بغيت تافيشا داكوغ بهاد لا فالور دو موندي اللي بغيت تافيشا هنا، اش من كولون كاينه؟ بالنسبه ليا كنقلب انا شيفغ دافيغ. شيفغ دافيغ كاين في لا كولون نيميرو 3، علاش؟ انا سيليكسيونيت ثلاثه ديال لي كولون 1 2 3 دونك كاين في 3. كون كان في 4 غنكتب 4 هنايا، مي كاين في 3 غنكتب 3 بوان فيغكول. هنا بغيتي واش فالور ابروكسيماتيف ولا فالور اكزاكت؟ انا بغيت اون فالور اكزاكت دونك نطابي 0. تري بيان، فوالا عطاني هنا ايغور. علاش؟ لان باقي ما طابيتش شي كود كوميرسيال. سهل، نطابي مثلا 5 فوالا. الا شفتو شاك فوا كنطابي الكود كيعطيني شيفغ دافير رياليزي صاحب هذاك الكود هذاك داكوغ. مثلا 10 11 تري بيان، ندير مثلا 16 عطاني ايغور داكوغ. دونك علاش؟ لان 16 ما كاينش عندنا. دونك لو بغينا نتخلصو من هاد ليغور هذاك، دونك ساهل، كاينه اون فونكسيون كي سابيل سي ايغور. كتقول لي الا كان عندي ايغور هنا دير مثلا ما تكتب والو، ولا كتحدد لي انت شنو غيافيشي لك اكسيتيرا. دونك ساهله، كليكي هنا دونك في ريشيرش في لاسيلو اللي فيها ريشيرش فيرتيكال، كنجي للبديه هنايا داكوغ، وكنكتب سي ايغور. فوالا سي ايغور شتي اوتوماتيكمون، ها هي هو زاد واحد القوس هنايا. كنجينا في الاخر ديال فوالا ريشيرش فيرتيكال، دونك سي ايغور ريشيرش فيرتيكال فيرتيكال كامله في الاخر ديالها. كندير بوان فيغكول وكندير هاد لي دوبل كوت اللي كاين هنا، وكنكتب مثلا نيكزيست با. انا بغيت نكتب نيكزيست با داكوغ، وكنزيد واحد اخرى هنايا وكنسد القوس اونتري. سي بون، دونك هنا بالنسبة ل 16 عطاني هو نيكزيست با دونك 18 5. تخي بيان، دونك خدام مزيان. تخي بيان، ندير 11. سي بون، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الفيديو، الشرح ديال هاد الفيديو هذا. دونك ميرسي، على بروشين ان شاء الله.